ويقف الان ايها المواطنون السيد الرئيس جمال عبد الناصر وسط هذا التخطيط ليلقي كلمته في هذا الاحتفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أشعر بالسعادة فعلا اليوم، وأنا أرى هذا المشروع أحد مشروعات الثورة يأخذ سبيله نحو الانتهاء. وحينما أقول أشعر بالسعادة فأنا أعبر عن شعور كل فرد من أبناء هذا الوطن الذي كنا نشعر دائما أنه يحتاج إلى طفرة قوية من التقدم والارتقاء حتى يستطيع أن يكون على قدم المساواة مع الدول التي سارت في طريق التقدم والارتقاء في الماضي. وعلى هذا فإن المسؤولية الكبرى التي نواجهها حتى نستطيع أن نسير على قدم المساواة مع باقي الدول هي مسؤولية تحتاج إلى جهد كبير، وتحتاج إلى قوة دافقة، وتحتاج إلى عزم وإلى تصميم وإلى إيمان. وأنا حينما أقول أشعر بالسعادة، وحينما أقول أنني بهذا أعبر عن شعور كل فرد من أبناء هذا الوطن، إنما أستعرض في نفسي العامين الماضيين. فمنذ عامين كانت هذه المشاريع أحلام، وكانت إقامتها تقف بينها مصاعب، وكانت تعتبر آمال تجول في العقول وفي النفوس. وأنا اليوم وأنا أرى مشروعا جديدا من مشروعات الثورة، من مشروعات الإنتاج، في طريقه إلى الإنهاء، أنظر قدما إلى الأمام إلى باقي المشاريع، وأنظر قدما إلى الأمام إلى النهضة الصناعية الكبرى والنهضة الاجتماعية الكبرى التي بنتها والتي فكرت فيها هذه الثورة. وأرى أننا لازلنا في بداية الطريق، لازلنا في البداية حتى نستطيع أن نحقق الآمال التي كنا نحلم بها جميعا. فلما قالوا إن مصر لا تصلح إلا لأن تكون بلدا زراعيا، وطالما قالوا إن مصر لا يمكن أن يسود فيها الإصلاح الاجتماعي، وطالما يئسنا في الماضي واعتقدنا أنه لن تكون هناك صناعة، بل لن يكون هناك ارتقاء في الزراعة، ولن تكون هناك عدالة اجتماعية، ولن تكون هناك مساواة، ولن تستطيع مصر أن تتقدم لتقف على قدم المساواة مع باقي الدول، يئسنا في الماضي من هذا. ولكن حينما واجهنا الأمور بعد الثورة صممنا وعقدنا العزم على أن نعوض ما فات بعمل دائب وبتصميم وبعزم. وقد أعلنت في الماضي أن السياسة هي إنتاج وخدمات، ولن تكون السياسة أبدا كلام ومهاترات،
فلم يؤخرنا في الماضي إلا الكلام والمهاترات والتنابز، وإننا اليوم نسير جميعا جميع أبناء هذا الوطن متحدين في قوة وفي عزم لبناء صرح الوطن الجديد، صرح الوطن الصناعي وصرح الوطن الاجتماعي، وبهذا نستطيع أن نعوض ما فاتنا، وبهذا نستطيع أن نقول إننا نبني في مصر صناعة كبرى، وإننا نقيم في مصر عدالة اجتماعية وحرية، وإننا نقول وإننا نستطيع أن نقول أيضا إننا بهذا سنرفع مستوى الفرد، ولن يرتفع مستوى الوطن إلا إذا ارتفع مستوى الفرد، وبهذا نستطيع أن نقول إننا نسير في تحقيق الآمال، الآمال الكبرى، وهي خلق وطن قوي عزيز كريم. والسلام عليكم. وهكذا أيها المواطنون، ووسط الهتاف يختتم السيد الرئيس كلمته الموجزة التي عبر فيها عن روح مصر الجديدة، روح مصر الفتية، وعن مستقبلها البسام في ميدان الصناعة والتصنيع. أيها المواطنون، يتجه الآن الرئيس إلى خارج هذا السرادق ليضع بيده حجر الأساس في بناء معمل تكرير البترول.